أملاك الدولة ومؤسساتها وكل ما وكل ما ممكن إنه يرجعها إلى حالة الربحية. الجزء يلي بيبقى من هذه الأموال بيروح على صندوق إعادة تكوين الودائع. يريدون أن يحملوا المودعين الخسائر وأن يجنبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة. واضح انه املاك الدولة رح تبقى لها، ولكن ادارة هالشركات هيدي بدها تكون عند قطاع الخاص.